فيه وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم معبد. تعالوا نشوف. قال لها زوجها: من أين لك هذا اللبن؟ قالت له: لقد حل بنا 3 نفر وفيهم رجل صالح مسح على درع هذه الشاة فحلب منها ما شاء. فقال لها: أسفيه لي يا أم معبد. فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاء، حسن الخلق، مليح الوجه، لم تعبه سجلة ولم تزريه صعلة، هو قصيم وسيم، رأيته أزج، أقرن، أحور، أكحل، في عينه دعج، وفي أشفاره وطف، وفي صوته صعل، وفي عنقه سطع، وفي لحيته كثاثة، إذا صمت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلا والبهاء، حلو المنطق، فصل، لا هزر ولا نظر، كأن منطقه خرزات نظم ينحدرنا، فهو أبهى الناس وجها وأجملهم من بعيد وأحسنهم من قريب، من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير، لا تنساه عين من طول ولا تقتحمه عين من قصر، أنظر 3 وجها وأحسنهم قدا، غصن بين غصنين، له رفقاء يحفون به إذا تكلم، استمعوا إليه، وإذا أمر ابتدروا لأمره، فهو محفور محشود غير عابس ولا مفن. فهز الرجل رأسه وقال لها: يا ويلك، أتعلمين من هو؟ قالت: من هو؟ قال لها: هذا محمد، هذا صاحب قريش، هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فبكت أم معبد وقالت: لو علمت أن الذي حل بخيمتي هو محمد لذبحت له هذه الشاة، فإن أدركت لأدخلن دينه. وهاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، هي أم معبد الخزاعية رضي الله عنه، بالرغم من أنها لم تكن تعرف من هو، لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا يستطيعون التحديق فيه أو إطالة النظر إليه صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.